الأولمبي بصم على انطلاقة مثالية وقدم أوراق اعتماده كأحد أقوى المنافسين على مراكز الصعود الثلاث، بينما الاتحاد لا يزال يعاني من مشاكله الجديدة القديمة، الديون، الإجازات وحتى الإصابات. أنا عندي دائما عبارة في راسي، الراجل يطيح وينوض. هذا العام إن شاء الله بربي دلنا على الورق فريق تنافسي راح يلعب الأدوار الأولى، وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله نفرح هذو الأنصار اللي يعشقوا عشق جنوني لفريقهم. خدم طرابلسين في المستوى، طرابلس كجدة وتونس، ونظن باللي فريق أولمبي مديا إن شاء الله سيكون له كلمة. على كل حال المشكل الأولوي الإصابة تاع اللاعبين في اول سنه، معناتها اول مباراه عندنا واحد اربع جوال متبلبلسين. ومن ناحيه الاجازات ان شاء الله تتوي الوضعيه الاسبوع الجاي، عندنا اربع لاعبين برك نقدروا ناهلوهم، بقى لنا برك نخلصوا واحد لاصهم. ما عندناش معناتها عندنا الكريدي تاع الجدد بصح القدم ما عندناش بزاف، ان شاء الله نسوا هذا الاسبوع وان شاء الله كلش يمشي في مكان. بالنسبه لطموحاتكم هذا الموسم ان شاء الله نلعبوا المانتيا ولا حب ربي اللي فيها خير مرحبا. حنا نقولوا دائما هكذا، لعبوا اون فاجيري ماتش ابري ماتش، وان شاء الله نتمنوا تكون ادوا كره جميله ونكونوا في المستوى. اولمبي المديه اخذ زمام الامور منذ صافره البدايه للحكم قاموح، ولعب على اخطاء لاعبي الاتحاد وخاصه عناصر الرديف التي استنجد بها بوجليد لملء القائمه. في الدقيقة 21 الظهير الأيسر بالقسمي استرجع الكرة وزع والقماري بارتماءة رأسية جميلة وقع أول الأهداف. سريعا وبعد دقيقتين فقط خلف الله هشام انفلت على الجهة اليسرى وسدد في شباك الحارس مويسي مسجلا الهدف الثاني. مع بداية الشوط الثاني تواصلت حملات الأولمبي وعروضه القوية، وبالعلام أطلق تسديدة تألق مويسي في صدها. اتحاد الحراش كان ظهوره باهتا ومحتشما في كامل أطوار المباراة واكتفى بالدفاع فقط، أما الأولمبي فضيع فرصا كثيرة وفوزا عريضا ولكنه حقق بداية مثالية. المقابلة الأولى في أرضية ميداننا كان واجب علينا نحقق ثلاث نقاط، كاين مازال تعدد نقائص إن شاء الله رايحين نصلحوها. الهدف الأول تاعنا هو إعادة ثقة لأنصارنا إن شاء الله، باش نسترجعوا الأنصار تاعنا إن شاء الله. رايحين نجيو البطولة هذه مقابلة بمقابلة إن شاء الله، ورايحين إن شاء الله نقولوا كلمتنا هذا الموسم إن شاء الله. أخطاء هذيك راجعة نقص الخبرة تاع بعض اللاعبين، لأن لعبنا بلاعبين شبان، ما يخفالكش باللي إحنا مازال ما ديناش الإجازة تاعنا. توجور لي بروبليم ديدات، ان شاء الله لا سيمان بروشان ان شاء الله يكون خير ان شاء الله.